والله يعني حياه زوجيه ما يعني الواحد ما يعني انتم حرين في الاخير وكذا، بس نقطه الازعاج والصوت العالي وكذا هذه ترى مو من ضمن العقد في انك تاخذ هذا. طيب المطلوب وشو؟ يعني في ضريبه ازعاج، هذه الحال. ايش اسمها؟ ضريبه ازعاج. ضريبه ازعاج. طيب خليني اخلص انا الفطور ان شاء الله واتفاهم معك ان شاء الله. الحين يعني قلنا عشان اروح اجيب لك فلوس يعني وادفع لك الحين وانا قاعد افطر. اتوقع فندق محترم صراحة يخلي الضيف يفطر عين خير بعدين يحاسب على اموره صح؟ يعني راح بالعافية. الله يعافيك. بالعافية ان شاء الله. خلاص. يا عيال ترى ذولا ما لهم حس يا شغلنا منهم يا اخي، زوجين وتصالح والله يصلح بينهم.